نعرف فلوسنا رايحة فين. وفي سياق آخر، الحمد لله على هذا الانتصار الكبير الذي أهديه لرئيس السيسي وللشعب المصري في عيد النصر. هذه هي أولى كلمات البطلة ريم أشرف فوزي بعد خروجها من الماء، بعد أن كسرت الرقم العالمي لأطول غطسة في العالم وحققت رقم جديد وهو 56 ساعة و25 دقيقة. ووعدت ريم بمحاولات أخرى ومفاجآت أخرى، وحققت أيضا حلمها بكسر الرقم القياسي وتحقيق رقم جديد متفوق على الأسترالية كريستين كولل للتربع على عرش أطول غطسة في العالم للإناث.